النهاردة الدرس العاشر من دورة احتراف لغة كوتلين. اتكلمنا في الدروس اللي فاتت عن البرنت والبرنت ال ان والفرق ما بينهم، وان احنا بعد كده نستعمل برنت. وعرفنا ان اي لازم ينفذ فانكشن المين، اول حاجة بيقولها كومبايلر فانكشن المين، واي حاجة بره المين ما بتقريش غير لما نادي عليها من المين. خلينا حافظين الجملة دي لحد ما نبتدي نتعامل ونخش مع بعض. دلوقتي هنخش نشوف الكومنتس اللي هي التعليقات. ده برنامج قصادنا مكتوب بأي لغة، مش مهم تعرف هو بيتكلم عن ايه ولا ايه الأكواد اللي جواه ولا أصلا بأي لغة، مش تفرق معانا غير إن احنا نعرف إن البرنامج ده لو رجعت له بعد مدة أنا هنساه. دخلت في كذا مشروع ورجعت هنسى الكود ده بيتكلم عن ايه، فلازم أعمل لنفسي حاجة جوه الكود تشرح لي الكود بيتكلم عن ايه. فقال لي حلها عن طريق الكومنت. الكومنتس قال لك في حاجة اسمها سنجل لاين أو لاين كومنت، وفي حاجة اسمها المالتي لاين كومنت. وهنخش نشوفه مع بعض على الانتليجي. نفتح الانتليجي وهنقول له جوه فانكشن المين اللي هو بتقري اول حاجه اعمل لي برنت ال ان، اعمل لي برنت ال ان 1، اقول له 1 2 3 اعمل لي من 1 لحد مثلا 5، من 1 2 3 4 5 6. هنيجي هنا ونقول له this function او this تمام from 1 2 6، يعني دي بتعد من 1 لحد 6. ممكن اعمل الكومنت بالعربي من 1 الى 6. وممكن ايه تاني؟ قال لي برضو ممكن تعمل باي لغة. تمام كده انا لما اجي اعمل اجي اطبع هلاقي ان الطباعة كومبايلر هيقرا فانكشن هيقرا ده، ويجي هنا ما يقراش اي حاجة من دول لانه ما يعرفهمش، وهينفذ دول هي طبعا من 1 لحد 6 وما اراش اصلا دول. فدول بيبقوا ليا انا كمبرمج ومش للكومبايلر خالص، بيهملهم ما بيطبعش ما بي اصلا ما بيعملش عليهم كومبايلنج. تمام هنيجي برضو نشوف المالتي لاين كومنت. مثلا انا عايز اعمل ايه مالتي لاين كومنت، هعمل كده مثلا كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، هلاقي ان انا عملت الكومنت بسلاش استريك يعني سلاش نجمه، وقفلته بسلاش نجمه بنجمه سلاش، اي حاجه بينهم هي كومنت زي كانه كومنت عادي مش هتقري اصلا. لو عملت خدت برنت ال ان وحطيته جوه اي لاين من دول مش هيتنفذ مش هيقراها اصلا. تمام هاجي اطبع برده هلاقيه طبعا من 1 لحد 5 من 1 لحد 6. تمام وهاجي برده تمام مثلا انا في كود عايزه استخدام تالت للكومنتس، ان انا لو في كود عايز اوقفه شويه تمام واجرب من غيره، فاعمل استريك سلاش استريك واعمل استريك سلاش كده اللي ما بين دول مش هيتنفذ فهيطبع لي 6 بس. تمام اهو طبع لي 6 بس. فدلوقتي الكومنتس بشكل عام بتفيدني لو شغال كتيم مع تيم، وبتفيدني لو رجعت الكود بعد فترة. شكرا.